وصلت لك الشداد بس؟ بابا ربنا بحبك حبيبي يا ربنا اسطى، بحبك. حبيب قلبي يا جدعان، اقسم بالله. ثانية بس، ثانية بس، ثانية تربون، ثانية ثانية اه تربون ثانية بس، تربون اتكلم تاني كده، اتكلم صح، تاني كده. تربون صح. سو يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم سولو فيديو جديد. اول حاجه عايزين كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه يا جدعان، زي ما انتم عارفين ان احنا خلاص وصلنا 250,000، وعشان كده انا النهارده قررت ان انا اخش العشوائي وافرح المتابعين بتوعي واشحنهم الرويال باس. والنهارده كمان هعرفكم طريقه في اخر الفيديو ازاي تشحنوا منها الرويال باس باسهل طريقه. فبس لو انت ما دوستش لايك، ف لو انت اول مره تشوفني يا زميلي، عايزين نوصل 300,000، فانزل اعمل اشتراك حالا وفعل الجرس هنوصل 300,000 في اسرع وقت، ويلا بينا. طب يا جدعان نفتح بقى العشوائي، ويا رب يطلع حد عرفني في الاخر. زومبي زومبي، حلو ده، تعال نشوفه ده. السلام عليكم. سلام يا زميلي، عامل ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ اقول الحمد لله يا اسطى. ما بتشبهش عليا يا اسطى صراحه. لا ايوه عليك يا اسطى، فاتك 10,000 شده. معرفش اهو، فاتك 10,000 شده صدقني. طب نخش على مين؟ نخش على مين؟ نخش على مين؟ حلو، محمود بنساي. لا كاروره، كارورو. لا امس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عامل ايه يا زميلي؟ ايه يا صح، عامل ايه؟ طيب سلام عليك. انا الحمد لله، انا كويس، انت عامل ايه؟ الحمد لله. ما بتشبهش عليا يا اسطى. بشبه على سكناتك. سكناتي مع مين؟ طب يا اسطى انت عم سولو. ثواني يا كرورو. بوبو ايه يا اسطى؟ مين اللي قال سولو ده يا اسطى؟ انا. تعرفني يا اسطى؟ بس انا بحبك قوي يا اسطى. انا بحبك اصلا، انا بحبك اكتر منك. طيب يا جدعان، انت تيك توكر ولا يوتيوبر؟ ثواني يا اسطى، زميلي بقى في حوار داير معايا انا وهو، سيبنا انا وهو نبجبه مع بعض. خلاص بص بقى زميلي، صلي بينا على النبي. ماشي بس السلام. اسمك ايه؟ طب اسمك ايه يا بوبو؟ اسمك ايه يا اسطى؟ اسمي محمد. طب يا محمد كده كده انت عارفني. تعرف موقع يا اسطى اسمه اونو بتاع شحن الشدات؟ اه. جربت تشحن منه قبل كده؟ اه. طب خلاص ماشي يا حمو، وريني كده بقى الاي دي بتاعك. انت شاحن الرويال باس يا زميلي؟ لا مش شاحن الرويال باس، وريني كده الاي دي. 5-3. قول 5-3. 5-3-7. 7-9. 9-9. اه 3-9-7. ماشي، 5-3-7. 9-9-9. 0-7-6-1. تمام يا اسطى. ايوه. تمام يا اسطى، ثواني كده بقى. طب خلصان، خليك معايا يا زميلي لغايه ما الشدات تتحول. 5 minutes later. طب ايه يا حمو، الشدات اتحولت لك يا زميلي ولا لسه؟ لسه. قاعدين مع بعض، هتتحول لك هتتحول لك يا زميلي. ام سولو بلس ولا ام سولو ولا الاثنين بتوعك؟ بتتابعني من امتى بقى يا حمو؟ من شويه كده. من امتى بالظبط؟ من وانا عندي كام مشترك؟ كده وانت عندك 150,000. ساعد فيكتور بقى والكلام ده. ايوه عرفتني في انهي فيديو. طب يا زميلي يعني جبت قناتي ازاي؟ انا الناس صحابي قالوا لي طلعت تابعتك. طب يا حمو ما تبص كده فوق على الشدات يا حمو. يا لهوي كام شده؟ ايه ده، بعت لك كام شده؟ 325. اي خدمه زميلي، افتح السيزون بقى وروق على حالك. هو اسمه ام سولو. طب انا ام سولو لو كده اخواتي حبيبي يا اسطى، فداك اي حاجه. ام سولو انت كده اخواتي طلعوا عارفينك. خلاص حبيبي يا اسطى، خد بقى انت شعبيه يا زميلي. شفت اخواتك عارفين؟ بص يعني سبحان الله، اخواتك عارفيني وانت مش عارفني. هو ده؟ هو عارف كمان، عارف عارف. مثلي على اخوك، هات اخوك امس عليه. السلام عليكم يا اخويا. هو حبيب قلبي يا اسطى. حبيبي عامل ايه يا زميلي؟ مش لو كنت مكان اخوك كنت كسبتك رويال باس يا اسطى، والله كنت هكسبك رويال باس يا عم. بس هو ما طلعش عارفني. طب اقول لك ايه، انت ما تيجي تلعب الروم؟ والله يا زميلي انا بصور، نلعبوا مع بعض. حاضر بعد كده. حبيبي يا اسطى حبيب، يلا يا جدعان عايزين حاجة؟ عايز حاجة يا حمو؟ عايز حاجة يا زميلي؟ زي العادة زميلي، 3.25 بينزل. حبيبي يا مسلم. حبيبي يا زميلي، أحلى 100 ماس. حبيبي يا اسطى. كده يا جدعان، فرحنا واحد وشحنا له الرويال باس، وما كانش شاحن. أحلى حاجة لو هو كان شاحن السيزون. فتعالى بقى كده، ناقصنا اتنين لازم نفرحهم النهاردة. فيلا بينا، ورب نلاقي ناس عارفاني ياما. بسم الله بسم الله، نخش على مين؟ حازم جمال. أحازي يا اسطى، يا اسطى انت قافل مايك بسماعه يا اسطى. الو تديني حبيب قلبي. طب عرفني يا اسطى. يا اسطى هتضيع من في فرصه، لو ما فتحتش مايك هتضيع من نفسك 20,000 شده. لو فتحت مايك ليك 20,000 شده عندي. تضحك عليا يا زميلي؟ شفت يا جدعان،
شفته جدعان بيضحك عليا ازاي؟ ما كنت اشحن له الباس بس ضحك عليا. لا ده ما طلعش عارفني، لو كان عرفته كان فتح المايك. حمزه السلام عليكم. يا نبي سلام عليك يا رسول. ويا جدعان هو انا بيبي هو البروفايل بتاعي وحش، الشخصيه بتاعتي معفنه. ميادة عارفاني يا جدعان وهكسبها رويال باس. انا مش سمب بس ميادة عارفاني وانا حاسس ان كده عايز اخش معاها. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت انا غلطان، انا دخلت مع بنات اصلا، انا اخش مع رجاله حبايبي. بنقول نسوان عايزين نساء في يا اسطى، ايه اللي عايزين نساء يا اسطى؟ مالها الرجاله؟ ما كفايه رجاله بقى فاهم ليه يا اسطى؟ قالت الرجاله حلوه يا عم. حلو الراجل ده محترم. بس عايز اسالك سؤال يا اسطى. عارف ليه؟ ده انا اقول لك ليه، بس بعدين، بس عشان معايا سكن نفس السكن بتاعي بتاع العربيه، بس العربيه متغطيه. حصل، ما بتشبهش عليا. طب يا اسطى استنى احطها لك في اللوج. حد بيشبه عني يا جدعان؟ لا والله والله كذا. استنى مين انت اسطى؟ هجمع اصبر يا عم. ثواني لا انا مش هقول انا مين. عرفتني يا اسطى اوكي، ما عرفتنيش خلاص. ما هو مش بالصوت، هو انا يعني بشبه على الاسم. يا اسطى بص، امسول انا عارف امسول، بس انت اصلا مش امسول. احلف بالله ان انت عامله يا اسطى. انت عامله ايه؟ احلف بالله ان انت عارفه يا اسطى. والله عارفه يا اسطى. طب ما ده صوته يا اسطى. والله عارفه. ما ده صوته يا اسطى، وده اكونت يا اسطى، ودي شعبيته، وده الكي دي بتاعه. في ايه يا اسطى؟ وده الام 4 الجوكر يا اسطى، ومعاه الاي كي ام التلجي، ومعاه الجروزه، ومعاه الام 7 يا اسطى. يعني اكتر من كده ايه اثبات يا اسطى؟ بص، وانت فاتح الاكونت بتاعه ولا سارقه بقى؟ لا ثواني بقى زميلي، انا في واحد هنا عارفني فانا عايز ايه اتناقش معاه. ايه يا زميلي؟ مين بقى اللي عارفني؟ اس تي جي فيوري صح؟ اسمك ايه يا زميلي؟ هيطلق اشحن له بقى. ايوه صدق. ايوه انتوا بتضحكوا ليه يا جدعان؟ انا هشحن له فعلا. يا اسطى تسمع عن موقع اسمه اونو اللي هو بتاع شحن الشدات؟ عارفه ده، انا لو ما اعرفوش اعرفه. يا عم اعرفه. طب صلي بينا بقى على النبي يا زميلي، انت كسبت معايا رويال باس عشان انت راجل محترم وعارف. طب ما انا عارفك برضه. لا يا زميلي انت ما كنتش عارف، انت بتحور عليا. شبه من الصوت. عارف اصول. طب بص يا عم هتلر، يعني جربت تشحن من موقع ده قبل كده؟ لا. خلاص ماشي يا اسطى، بقول لك ايه، انت والدنيا تمام يا عم. لا انا بكلم هتلر دلوقتي. تعالى زميلي كمان هتلر مش شحن الرويال باس. تعالى 58 نقرت كده 5802 5028 ايوه 62 هو انت بصلي العشاء قبل ما تبدا نهتم؟ طيب انا صلي المغرب وجي فتح على طول فاهم؟ هصلي حالا. طب ايه يا هتلر انت معاكش ده، انت صفر شدات فوق ولا ايه؟ صفر شده ثواني. اما ال 34 شده الغلبانين اللي معايا. لا يا زميلي انت خليك واقف في اللوب يا زميلي، وهي الشدات تتحول لك على اليمين فوق على طول. ايه ده هو انت امثله ايه يا دين النبي يا جدعان؟ لا شفت انت ما هو ادي يا فليب صح؟ هو هذا فليب. انا عامل ده مين ده؟ شفت انت بقى زميلي. طب ايه هتلر ما تقوليش الشدات لسه ما جاتش؟ هذا فليب لسه؟ واه انت عايش معانا؟ جولك؟ انت بتوعي؟ رويال باسك يا زميلي بقى ودلع حالك. الله يرزقنا بقى في اي خدمه زميلي. ماشي يا زميلي انت. الله يرزقنا في يوم حبيبي يا اسطى. الله يا مسول حبيبي حبيبي. طب ثواني ايه ده؟ بس اخد بس تصوير كده بقى عشان خد اجدع سكرين. لا لا حبيبي يا اسطى والله حبيبي. حبيبي يا باشا والله حبيبي قلب يا زميلي. انت عارف والله انا قلت لك صلي المغرب فتح حاجه بس ثواني يا جدعان اسمع هتلر بس. ايه يا زميلي؟ والله يا جدع انا يعني من الاول كده كنت احسب اللي هو اكونت فيك وبتاع. ما انا عارف الشغله دي عارف والله. حبيبي قلبي يا اسطى خد بقى اجدع مكنه انت واصحابك. حبيبي والله حبيبي شوف فيها يا عم. خد يا عم خد ثلاثة هم اقول لك استنى خد ثلاثة مكانات يا عم. حبيبي يا اسطى حبيبي يلا عايزين حاجة يا جدعان. حبيبي يا هتلر بس طب ايه ده؟ ثواني عشان بس تغير عليا والله. انا كده كان معايا شداد برضه بس اللي هو ايه يا زميلي فداك يا زميلي. لا
لا لا لا خليك دي الرويال باس بتاعتك يا جدع. اشحن بس الرويال. ايه ما انا عارف الرويال باس. انا معايا وشحن. طب خلاص يا زميلي حبيب الباس. حبيب يا عم هتلر. حبيب كده يا جدعان. فرحنا اخونا هتلر وكده. كان ده الشخص التاني اللي كسب معايا الرويال باس النهارده. كده يا جدعان ناقص واحد النهارده هنحاول نفرحه. يلا بقى خش على العشوائي تاني. خش على محمد. لا يا محمد يا محمد روم. ايه يا محمد؟ رينات بنت الله. رينات عيب. بالمكرو يا رينات. بالمكرو يا رينات. ده هكسبك رويال بس يا رينات لو دخلتيني. يا رينات ده طلع حد يا رينات. السلام عليكم. حد بيشبه عليا يا جدعان ولا حد عارفني ولا اي حاجه؟ ثانيه بس. تربون. اتكلم تاني كده. تربون صح. انت تربون المصري صح اليوتيوبر. بشبه عليك يا جدعان. هو ده صوت تربون بقى. يا اسطى السلام عليكم يا اسطى. ايه يا رناد اللي انت بتقوليه ده؟ عيب يا رناد. عيب يا رناد. ثانية ده هو مين؟ والله انت اليوتيوبر. انت تربون. لا دي مش تربون. تربون عم دي شعبيه. تربون وقف ثواني. انت طب تربون تذكر. يا جدعان هو ده صوت تربون يا جدعان. ده مش صوت تربون ده يا اسطى. مش صوت تربون ده. ما عارف ده مش صوت تربون. اصبر. ها معاك يا اسطى. بص يا اسطى لو عرفت انا مين اللي كرويال بس عندي. ها قدامك يا زميلي دقيقة. بس انت المفروض تبقى عرفت. اصبر بس. ولا استنى. انت بتعلي صوتك يا رناد عليا؟ ايوه ما هو مش تربون يا حول الله يا رب. بس يا بابا. طب زومبي. اقسم بالله يا زومبي لو عرفتني يا زميلي ليك عندي رويال بس. اقسم بالله. غيظا في رناد دي. يلا. قدامك يا زميلي دقيقة. انا مش حبيب من الرويال بس. بعدين من الرويال بس. انا عايز اعرفك. يا زميلي انا يوتيوبر. صد انا بشبع عليه. ربنا صدق. انا عارف ان انت شفتني قبل كده. انا صد ده. ما تعرفش عارفني برضه يا جدعان. تعال نشوف واحد تاني برضه يكشي يكون عارفني. تعال بس نشوفه. ايه واحد كمان كده نفرحه يا جدعان. نفرح المسك فاشون ده. ايه اللي انا بقوله ده؟ حلو ده ممكن يكون عارفني. السلام عليكم ازميلي. ايه عامل ايه يا اسطى؟ حبيبي عامل ايه؟ حبيبي بتشبه عليا يا اسطى؟ الحمد لله. ايوه انتك حركات. انت مش عارفني يا اسطى؟ استنى. ها يا لو طلع اللي في بالي. طب مين اللي في بالك؟ ام سلو. امال هيكون مين يا اسطى؟ انت ما دخلتش على بروفايل ولا صورتي ولا ايه؟ عرفتك. يا زميلي عامل ايه؟ بجد ده مش ده؟ يا زميلي انا عيب. ده عيب انا. استنى يا اسطى وربنا ما يحلك. تعالى بس استنى انا هقول لك على حاجه. انت ليك رويال بس اصلا عندي. طب بقول لك على حاجه يا اسطى. طب اقول لك على حاجه. اسمع. عارف موقع اونو بتاع شحن الشدات يا اسطى اللي هو بتعمل شويه مهمات وكده وتشوف شويه اعلانات وتشحن منه شدات؟ جربت تشحن منه يا اسطى قبل كده ولا لا؟ لا. طب خلصانه يا زميلي. مالين الاي دي بتاعك؟ انت معاك رويال بس؟ يا والله يا عم مش مشكله. حبيبي. ليك عندي رويال بس ثانيه. تعال. 054 584. كم شده عندك فوق؟ لا لسه. كم شده؟ لسه. كام؟ لسه ما وصلوش. كام هما؟ ايه انا عندي دلوقتي 137. طب تمام. اصبر معايا دقيقة. طب انا مش عايز شدات. ايه يا اسطى انت غرقت ولا ايه؟ ايه ده؟ جولك الشدات؟ اتكلم بالمايك بتاع التليفون يا اسطى عشان مش سامعك. يا اسطى سامعني؟ سامعك. اقبل طلبك. اقبل طلبك. حاضر. وصلت لك الشدات بس؟ بابا. ربنا بحبك حبيبي يا اسطى. حبيب قلبي يا جدعان اقسم بالله. حبيبي يا اسطى. حبيبي خد اجدع شعبيه في الدنيا اهو. اي خدمه عليك يا اسطى. ايه بالطلب. اي خدمه يا اسطى. قبلتك حبيبي يا اسطى. يلا سلام. كده يا جدعان زي ما قلت لكم بمناسبه الربع مليون قررت افرح 3 اشخاص. طبعا قلت لكم في اول الفيديو ان انا هديكوا طريقه زي ما انا شحنت للناس اللي متابعين. والموقع يا جدعان هو موقع اونو. وموقع اونو يا جدعان زي ما انتم شايفين موقع بيشحن شدات فعلا زي ما انا شحنت للمتابعين بتوعي. تقدر تشحن منه ستيزون وتشحن منه العاب كتيره وتاخد منه بطاقات جوجل بلاي وحاجات كتيره قوي. اول حاجه يا زميلي عشان تقدر تخش موقع اونو هتلاقيه تحت في الوصف. فاضغط على الرابط ده يا زميلي هيحولك على الموقع. طب يا جدعان دلوقتي انا سجلت الاكونت بتاعي اللي موجود على الموقع. فدلوقتي هنستناه يخش. طب يا جدعان زي ما انتم شايفين بعد ما
دخلنا على الموقع هلاقي عندنا حاجة اسمها النقاط دي. دي عشان انا كنت محمل العاب ومحمل شوية حاجات، كنت بعمل شروط عشان كده انا بجمع النقاط ومنها بشحن الرويال باس بتاعي. فتعال اعرفكم ازاي تجمعوا النقاط دي بطريقة صحيحة. بصوا يا جدعان، اول حاجة قدامنا عروض زي ما انتم شايفين، دي ب 820 نقطة. اكتشف التيك توك ده مثلا ب 820 نقطة، 740 نقطة. كل ما انت بتعمل شروط وكل ما انت بتحمل حاجات، كل ما النقط بتاعتك بتزيد، كل ما النقط بتاعتك بتزيد كل ما الشدات عندك بتكتر. فكل اللي عليكم يا جدعان ان انت مثلا تحمل لعبة شبه ماينر جامب دي وتخش تحملها، تضغط بلاي جيم وتحمل اللعبة، تعمل لها انستول وتثبتها وتوصل ليفل 10، ساعتها بيكتمل عندك النقط في الموقع. واهم حاجة يا جدعان، اللعبة اللي انت تحملها يا زميلي توصل فيها ليفل 10 او اكتر. لعبة شبه اول لعبة دي يا جدعان تديك 4680 نقطة. بيقول لك open the game and finish group 8 within 8 days، يعني تفتح اللعبة وتلعبها 8 ايام وهتكسب 4680 نقطة، يعني فاضل لك 3000 وتشحن رويال باس. فيا زميلي كل عليك تضغط على اللعبة وتحملها، منها تلعبها كل يوم وتكسب نقط وتشحن زيادات زي ما انت عايز. هتلاقي موقع عنوان تحت في الوصف، خش عليه واشحن منه وظبط حالك. وبس يا زميلي كانت دي كل حاجة فيديو النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبك، فرحنا الناس. احب اشكركم ان احنا وصلنا ربع مليون. بس كده كان معاك ام سولو، ان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي. سلام عليكم.